انت مختلف يا اشرف، يعني انا متفاجئه قد ايه انت شخص رومانسي. يا بخت حبيبتك الاولى بيك، كلمني عنها. انا واحده فيهم. انهي واحده فيهم؟ ايه ده، اول حب في حياتك؟ اول حب في حياتي كان واحده في عماره بعيده كده، وكنت بشوفها بالليل لما النور ينور من بعيد، يعني شايف ملامح كده. فابتديت اعيش بقى قصه حب، وان انا هشاور لها، وابتديت عندي نور البلكونه انور واطفيه عشان الفت نظرها يعني. وكان نظرها بيتلفت؟ هي طلعت نتيجه متعلقه على حيطه. ايوه. حبيت نتيجه، فبقول لك انت مختلف قد ايه، انت شخص رومانسي. ورومانسي جدا. مش واحلام وحكايات وبتاع. يعني بتشاور لها مش بتشاور لك، بتطفي وتولع النور، مفيش فايده. بس شايف يعني من بعيد كده، يعني واحده، يعني واحده. حبيت نتيجه غيرها؟ لا، هي دي النتيجة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. عرفت انك حبيت بنت جيران تانية، اديتك ميعاد وما روحتش. ايوه. احكي لي الحكاية. خفت. خفت؟ خفت منها؟ خفت من الفكرة، يعني انك تروح تقابلها. اقابل واحدة وهتكلم في ايه وهنمشي، وطب يعني وبعدين؟ يعني هي كانت اجرأ منك. كانت أجرأ مني صراحة يعني، وأنا أنا خفت طبعًا يعني. إديتك الميعاد إزاي؟ بالإشارات بقى. الإشارات، والساعة كام؟ فين؟ بتاع. وأنا بصيت من البلكونة لقيتها نزلت فعلًا وراحت، فأنا طبعًا خفت. خفت أهلها يمسكوك يقفشوك فتترن علقة، ولا خفت من إيه؟ من الفكرة كلها، إن أبقى أنا يعني هيبقى في واحدة وأعرفها ونخرج ونتقابل وبتاع زي ما بسمع عن التانيين يعني. لا، الفكرة نفسها قد ما كنت جريء في إن أنا أشاور، لكن جيت عند الأمر الواقع لا، ما شفتهاش بعد كده. ما هي أكيد. طبعا. هتشوفها ليه بعد كده؟ اديتك ميعاد وما روحتش، عمرها مش عايزة تشوف وشك تاني. كان إنك تقابلها شفت إن ده شيء في نوع من الانحراف، ولا كنت محتاج تعزز ثقتك بنفسك شوي؟ ممكن الاثنين. الاثنين يعني، جزء منها كده وجزء منها كده يعني. ما عنديش ثقة بنفسي، دي جزء، والجزء التاني ان هعمل حاجة غلط، فدي يعني الاثنين مع بعض. كم قصة حب باظت بسبب خجلك؟ ممكن تبقى قصص حب من طرف واحد. ودي كتير قوي يعني. وبعدين دايما بيبقى في الواحدة الملهمة يعني. يبقى في واحدة تخليني أبقى ببذل جهد عشان لما أنجح أعجبها وعمري ما أشوفها تاني. يعني ملهمة بينك وبين نفسك. بيني وبين نفسي. كنت بتتعاكس؟ عمري. ولا عمرك عكست؟ عمري. ما عشتش يا أشرف؟ لا، أصل دي مش معناها أن أعيش يعني. يعني أنا كنت بشوف اللي بيعمله كده بتضايق منه يعني. واقفين على الناصية عشان واحدة معدية يقولوا لها يا حلو ويا جميل وبتاع، او ايا كان هيقولوا ايه، اللي في النهايه يبقوا بيخرجوا معاهم او ليه؟ عشان ايه يعني؟ وفي نفس التوقيت انا كان وقت، انا يومي مليان. مفيش وقت. يعني في كتير قابلتهم في فرق التمثيل مش محتاجه عاكس، هم زمايلي يعني، بنقعد نتكلم. مش صحوبيه برضو، لا، صحوبيه شغل يعني، اصحاب في الشغل. يعني اتجوزت على طول؟ الحمد لله. جوازك الأول كان جواز تقليدي صالونات؟ لا، مش صالونات يعني. في الجواز يعني فكرة الصالونات دي فكرة قدمت قوي يعني، إن والدتي تروح تطلب إيد حد ليا عشان أنا مش قادر أخد خطوة زي كده. لا طبعا يعني، دي أو تشوف صورتها فتعجبك، ما أنت قلت ما صاحبتش. لا، بس كنت في نفس التوقيت شغال وبروح مسرح وبشتغل هنا، وحتى في شغل المقاولات يعني. كانت اختيارك؟ طبعا. جوازة أولى ما نجحتش، بس يعني جالك أجمل حاجة في الدنيا، ابنك، ربنا يخليه لك. الحمد لله. عايش معاك ولا مع والدته؟ مع والدته. بقى عنده كم سنة؟ ما شاء الله 27. فضلت متجوز كام سنة وقتها؟ سنتين. ما طولتش؟ يعني ما حصلش نصيب، بس الحمد لله يعني العلاقة كويسة يعني، الحمد لله. إزاي اتعرفت على مراتك التانية نادية، مراتك الحالية طبعا؟
في صديقة مشتركة بينها وبيني، يعني تعرفت عليها من خلالها، قابلتها في المسرح كمتفرجة وعجبها شغلي، ابتدينا نتكلم، تعرفت عليها، اتقدمت لها وحصل الحمد لله ان احنا ارتبطنا. يعني ايه اللي بيزعج نادية فيك؟ ممكن ابقى تعبان او بيبقى عندي ضغط شغل وما بقولش، فتتفاجئ ان انا مثلا رحت الدكتور ورحت كشفت وعملت، طب ازاي احنا ما بنشارك كل حاجه، فازاي ما تقوليش حاجه زي كده، فده بيزعجها. يعني انت كتوم؟ نوعا ما. كلمني عن ابو البنات، تربيه البنات اصعب حاجه فيها ايه؟ لما بيكبروا، يعني هم صغيرين بيبقوا لطاف جدا، لكن لما بيكبروا بيبقوا مشاكلهم مختلفه. يعني مشاكلهم هم صغيرين اكيد مشاكل ممتعه، يعني بيتخانقوا مع بعض على لعبة، على نومة، على حاجة زي كده، لكن لما بيكبروا بيبتدوا يدخلوا في مراحل تانية ومتطلبات تانية، فبالتالي قربهم من أمهم بيبقى أكتر. يعني ممكن حكاياتهم وفكرة أنهم يبقوا أصحاب لأمهم دي حاجة مهمة قوي. يعني توصي أحمد ابنك بإيه؟ هو ما شاء الله يعني بيعتمد برضو على نفسه، يعني متربي بشكل كويس قوي. يعني لو أنا هوصيه بحاجة أكيد هو عنده، يعني أثرت في تربيته؟ تأثير بمعنى يعني تربيته تنسب لأمه ولا كنت مشارك فيها بشكل فعلي؟ لا، هي تنسب لوالدته، لكن ما شاء الله متربي بشكل كبير يعني، لكن علاقتي بيه الحمد لله علاقة كويسة قوي. توصي بإيه؟ ياخد باله من نفسه وياخد باله من والدته ومن إخواته. يعني وتوصي بناتك بإيه؟ يعني اعتمادهم على نفسهم دي برضو في حد ذاته شيء جميل، حتى لما يجي لهم وقت من الأوقات ويتجوزوا يبقى كل واحدة ليها كيانها، ما تبقاش معتمدة على جوزها فقط. الحظ ليه مساحة في حياتك؟ أكيد أكيد. إيه مفهومك عن الخسارة؟ الخسارة فقدان شيء لا يعوض، لكن الخسارة المادية ما بتعتبرش خسارة، وخاصة لو راحت في حاجة صح. يعني بمعنى إن عملت مشروع والمشروع ده ناس جم اشتغلوا فيه وقبضوا وبيوت اتفتحت وانت ما كسبتش، وانا ما كسبتش وصرفت فلوس من عندي، والناس دي خدت الفلوس، لا خسرتها في قمار ولا عملت بيها حاجه غلط، لا عملت بيها حاجه كويسه. فهنا هو دي ما تعتبرش خساره، دي تعتبر راحت لمكانها الحقيقي. يعني انا كنت موصلاتي بس وصلتها، فدي ما تعتبرش خساره. الخساره هي فقدان حد ما ينفعش يتعوض. ايه المشروع اللي انت عملته وخسرت فيه ومصر انك انت تعيده؟ المسرح، المسرح انا ممكن اخسر فيه ماديا لكن افضل وراه ويتعمل تاني ويتعمل تالت. يعني عملت مسرحيه خسرت ماديا، كانت كسبانه فنيا لكن خسرت ماديا، اوكي ماشي، اللي بعده ايه؟ يعني الخطوه اللي بعدها ايه؟ اعمل تاني، اعمل تالت، اعمل رابع، لغايه اما ربنا يكرم وتنجح. يعني ما بتيأس؟ لا خالص. عملت محاولات انتاجيه ما نجحتش؟ طبعا. عملت فيلم مع هنيدي وهنيدي كان وقتها مكسر الدنيا ما تشافش. عملت مسرح مصر، طلعت شباب كسروا الدنيا وخدت انت النقد في صدرك. الحاجات دي بتاخدها بصدر رحب كده قوي؟ اكيد في وقت من الاوقات بتضايق يعني، لكن وخصوصا لو الواحد كان عامل توقعات، هي الفكرة كلها توقعات. يعني أنا متوقع أو متمني إن هي بتحصل، إنها تنجح وتحقق نجاح بشكل ما، وتيجي أقل ما الواحد كان بيتمنى أو يتوقعه، بتضايق شوية لكن ما بقفش عندها، بفكر في اللي بعدها على طول. يعني إمتى بتاخد قرار التوبة عن أي مشروع؟ يعني تقول أنا خلاص الموضوع ده قفلت منه، عملته كذا مرة وما جابليش مردود مادي، مش هعمله تاني؟ لا ما باخدش. بتلاقيني وراه برضه. يعني مسرح مصر، رغم نقد الأستاذ جلال الشرقاوي والأستاذ محمد صبحي، بتعتبره مشروع مهم في مسيرتك ولا هو أهم مشروع في مسيرتك؟ لا، مشروع مهم، مشروع مهم. أهم دي معناها إن خلاص بطلت شغلانة، يعني ممكن يجي أهم منه، لكن هو طبعاً مشروع مهم والحمد لله. يمكن كان التوقيت اللي اتعمل فيه كان توقيت مهم إن المسرح يرجع. المسرح كان توقف تماماً في مصر لفترة طويلة، فكان مهم إن المسرح يرجع حتى لو بشكل مختلف عن المعتاد.
كل اللي اشتغلوا مسرح بيعتادوا على شكل معين من المسرح، المسرحية اللي مدتها 4 ساعات اللي بتتعرض وفيها حاجات كتير ويتعمل لها تحضير فترة طويلة. فكرة مسرحية تتعمل مدتها ساعة وتتحضر في يومين وتتعرض بنسبة ارتجال كبيرة، دي كانت فكرة جديدة. فالحمد لله نجحت وعملت مردود كويس قوي، برغم ان ممكن يبقى لها زي ما ليها مزايا ليها عيوب. طبعا عيوبها ايه؟ عيوبها الاستعجال، يعني برضو اليومين دول ما كانش لوحديهم كفاية، لكن المشروع كان بالشكل ده وبيعتمد على الارتجال بشكل كبير جدا، فعشان كده كانت الفكرة كلها مختلفة عن المسرح المعتاد. الأستاذ جلال الشرقاوي والأستاذ محمد صبحي عندهم حق، المسرح ليه قدسيته، ليه شكل ثابت مش مفروض يتغير. يعني هم أكيد عندهم حق من غير أي، حتى لو أنا مختلف معاهم، يعني دول أساتذتنا، وطبعاً الواحد ما يقدرش يقول معاهم تلت التلاتة كام، لكن إحنا بنقول إن دي فكرة جديدة مختلفة، والفكرة الجديدة نجحت وعملت مردود كويس. مش معنى كده ان دي تلغي المسرح اللي هم بيقدموه، لا خالص، هي مسرح مختلف. زي بالظبط حتى كان زمان الاغاني كانت الست ام كلثوم، اما الحفله بتاعتها تمتد لمده 4 ساعات، ده كان وقت وكان الناس يقدروا يستمعوا لمده 4 ساعات لمطرب او مطربه. النهارده لو في مطرب بيغني اغنيه مدتها 2 أو 3 ساعات اعتقد هتبقى مشكله، حتى لو هو صوته من أحسن الأصوات. الأغنية بقت مدتها 3 دقايق. نهاردة الشباب على الموبايل بيتفرجوا على حاجات مدتها لو زادت عن 2 دقيقة ممكن يقفلوها. فمع الوقت الحديث ابتدى يبقى فيه أفكار جديدة، منهم فكرة مسرح مصر. مسرح مصر كان هدفه تخريج فنانين جداد ولا مجد شخصي لأشرف عبد الباقي؟ لو مجد شخصي هعمل زي بعض الفنانين، أجيب ناس جديدة وأبقى أنا البطل في كل الحاجات وهم بمصطلح المسرح بيخدموا عليا، لكن أنا عملت العكس، يعني أنا اللي كنت بخدم عليهم، بطلع في المسرحية بالظبط، بطلع في المسرحية لمدة 5 دقايق 7 دقايق، ممكن دي ضايقت حد تاني ما جرؤش نعمل الخطوة دي. يعني يعني إيه؟ يعني في ناس ممكن تتضايق من إن إيه ده، ناس جديدة طالعة، أنا شفت ده كتير، يعني من يوم ما بدأت أنا ويوم ما طلعت أنا، إذا أنتوا هتطلعوا لنا ناس جديدة. كان في ناس بتتضايق منك؟ طبعًا مش مني أنا بس، أنا وجيلي، وبالتالي بقيت أنا وجيلي النهاردة كبار، فممكن حد من جيلي يتضايق إن حد تاني جديد. أنت متضايق من إيه؟ راضي بنسبة كام عن الجيل اللي قدمته؟ كنسب يعني؟ عايزة محاسب. هنقول مثلًا 90%. واو، نسبة عالية جدا. في التجربة بتاعتي، في التجربة بتاعت مسرح مصر. حبيت السينما، ما حبيتكش ليه؟ مش عارف. محتاجة شجاعة من أشرف عبد الباقي ولا محتاجة شجاعة من المنتجين؟ لا، هي مش شجاعة، هي قبول، يعني ممكن يبقى حد قبوله أقل من حد، فدي ما بتبقاش عيب فيه بالمناسبة يعني. بس عملت حاجات زمان وكانت، عملت حاجات وما شاء الله ما نجحتش. لا في حاجات نجحت، في أكيد حاجات نجحت وحاجات ما نجحتش. بس النهاردة لو واحد، يعني لو أنا منتج وهجيب أشرف عبد الباقي معايا في عمل وبشوف إن الإقبال عليه قليل، لا مش هجيبه أنا كمنتج، يعني مش هجيبني. مش هتجيب نفسك؟ لا طبعا. جربت تنتج لنفسك؟ كانت تجربة بس كانت من خلال منتج تاني وهي الأستاذة إسعاد يونس، عملت رشة جريئة، فده كان إنتاج الفيلم نفسه حلو قوي، لكن الحمد لله يعني ما حققش نجاح في السينما. برضو. طبعا. في طريقك قابلت ناس، في اللي فادك وفي اللي أذاك، مين الأسماء اللي لازم تتكتب في سيرة أشرف عبد الباقي؟ يعني هو طبعا بداية يعني والدي الله يرحمه، لأن هو من الشخصيات اللي أثرت فيا بالإيجاب طبعًا. فده الحاج أحمد عبد الباقي، ده أول اسم بكتبه طبعًا. هتكتب جنبه إيه؟ يعني هكتب جنبه يعني اللي هو علمني الدنيا، يعني إزاي أتعامل مع الناس، إزاي أحب الناس، إزاي أساعد الناس، إزاي أهتم بشغلي، إزاي أهتم بمواعيدي. يعني علمني حكاية المواعيد دي، يعني إلى الآن بقت بالنسبة لي أنا ببقى مزعج للآخرين في المواعيد. يعني معلمك في الحياة والدك الله يرحمه. الله يرحمه. الاسم الثاني الأستاذ عبد المنعم مدولي.
الله يرحمه. الله يرحمه. ده كان أول تجربة ليا في المسرح التجاري، كان معاه في مسرحية خشب الورد سنة 87. فده هو اللي لأ، هتقف كده، هتتكلم كده، هتريح هنا لغاية أما الناس يخلصوا ضحك، وبعدين تبتدي تتكلم تاني. فابتدى واحدة واحدة كده معايا، واحدة واحدة معايا، برغم إن اشتغلنا لمدة سنة واحدة فقط معاه، وبعد كده بقى في حد تاني مكانه يعني، لكن كان من أول الناس اللي اتعلمت منهم يعني. أستاذك في الفن طبعا، ردت له جميله قبل ما يتوفى؟ يمكن التقيت معاه في آخر فيلم عمله، وده كان فيلم كان اسمه أريد خلعا. هو ظهر معايا في مشهد واحد بس، احنا المشهد ده قعدنا اليوم كله مستمتعين بوجوده معانا يعني. الاسم الثالث لينا كان ليا صديق الله يرحمه، اسمه عمرو بركات. ده يعني كان مؤثر معايا بشكل إيجابي جدا في توقيت أنا الدنيا بالنسبة لي على التزامات، ولا بعرف أحوش ولا بعرف أعمل. وهو راجل منظم جدا، جاب لي دفتر وابتدى يقول لي إيه الفلوس اللي دخلالك وإيه المصروفات اللي عليك، لغاية ما ظبط لي الحكاية يعني. ويمكن الدفتر اللي عمله لي ده هو اللي بعد كده بقيت ماشي عليه. في حاجة اسمها منه وله، منه وله ده نظام حسابي، إيه اللي داخل وإيه اللي خارج عشان أبقى منظم وأحول من تاريخ لتاريخ وهكذا يعني. فربنا يرحمه يا رب. لخص لي سيرتك في جملة. جملة نقول من جد وجد. هي كلمة دي صعبة بس هو ده حقيقي، حقيقي اللي يشتغل وهيلاقي. أنا لكل مجتهد النصيب دي على فكرة، النصيب ده هاخده مش النهاردة هيبقى بكرة، هيبقى بعده، هيبقى بعده، بس هاخده. فما فيش مجهود بيضيع أبدا. الدرس اللي اتعلمته يعني برضو باللي علاقة بالمقولة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. الدرس اللي هيستفيد منه قارئ سيرتك أو متابع سيرتك يعني، لو شاف إن في المشوار اللي أنا عملته حاجة تفيده في أي مجال أكيد هبقى فدته يعني. يعني إذا كان لي علاقة بالاجتهاد، لي علاقة بالمواعيد، لي علاقة بالشغل، لي علاقة بإني بشتغل فقط، والنتيجة في الأول وفي الآخر طبعاً في إيد ربنا يعني. يعني هيتعلم الالتزام والرضا؟ يا ريت يا الرضا دي يعني، دي أجمل حاجة. عايز اللي عارف أشرف عبد الباقي يغض نظره في سيرته عن إيه؟ لو في أعمال شافهالي وما عجبتوش يعني يعمل نفسه مش واخد باله. هيعمل نفسه مش واخد باله كتير؟ لو بيحبني. لو ما بيحبنيش هيصطادها. أكيد. واخد حقك ولا عامل نفسك راضي؟ واخد حقي تالت ومتالت، وربنا يديمها نعمة. عنوان سيرتك هيكون إيه؟ سيرة واحد. عنوانها سيرة واحد. في مهنة أيا كانت المهنة دي. تهدي سيرتك لمين؟ يمكن لأولادي مثلاً، إن ممكن ييجوا في وقت من الأوقات يبقوا فخورين بأبوهم يعني. هتكتب لهم إيه في سيرتك؟ خلي بالكم. خلي بالكم من كل حاجة. أنا اخترت لك صورة ليك أشرف من مسرح مصر. طبعاً ده الدرافت بتاع سيرتك، ليك حق إنك أنت تغير الصورة. لا دي صورة جميلة من الشغل نفسه يعني كمان. حلوة أوي. يعني الاختيار موافق عليه؟ جداً. جوه في دي في دي الحلقه، على بال ما نفرغه لك ان شاء الله ويبقى كتاب ان شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق ونورتني يا ميرسي خالص. نورتني. شاكر جدا لكل حاجه. نورتني. شكرا ليك. السيره قرار واختيار، واوقات غصب عننا اجبار. هي فاتورتك اللي هتدفعها، وشلتك اللي محدش هيشيلها غيرك. سيرتك على كل لسان، خلي بالك يا انسان. تحيه مني وفاء الكيلاني، تصبحوا على خير.